نجاح رئيسة ياهو وسيدة الأعمال ماريسا ماير. ولدت ماريسا أن ماير في 30 مايو 1975 في ووساو، ويسكونسن، الولايات المتحدة الأمريكية. كان والدها مايكل مهندساً بيئياً يعمل في شركة مياه. كانت والدتها مارغريت فنلندية وكانت تعمل كمعلمة فنون. أمضت ماير طفولتها في قرية صغيرة حيث أخذت دروساً في الرقص والتزلج على الجليد. التحقت بمدرسة ثانوية في مدرسة غرب واسو. في ذلك الوقت كانت تعمل في محل بقالة صغير لأنها كانت جيدة جدا في تذكر كمية وسعر جميع العناصر من أجل تسهيل عملية الدفع عند الشراء. بعد المدرسة الثانوية تم انتخابها مرتين لتمثيل معسكر وست فرجينيا الوطني للشباب. تم انتخابها لأول مرة من قبل تومي تومسون رئيسة يو دبليو وحاكم ولاية ويسكونسن 1987 إلى 2001 والثانية حاكمة لولاية ويسكونسن. كانت لدى ماريا طموحات لدراسة الطب، ولكن خلال دراستها الجامعية في جامعة ستانفورد، اكتشفت حبها وشغفها بالكمبيوتر. لذلك قررت دراسة علم الرموز. تخرجت بامتياز مع مرتبة الشرف وحصلت على درجة البكالوريوس في النظم الرمزية ودرجة الماجستير في علوم الكمبيوتر مع تخصص في الذكاء الاصطناعي. كما حصلت على درجة الدكتوراه الفخرية من معهد إلينوي للتكنولوجيا في عام 2009 لأبحاثها في هذا المجال. كما تلقت تدريبا بحثيا في معهد ستانفورد الدولي للأبحاث في مينلو باراك كاليفورنيا الولايات المتحدة الأمريكية ومختبر يو بي اس في زيورخ سويسرا. من خلال هذا التدريب حصلت على 14 عرض عمل فور تخرجها من الكلية. بدأت ماريسا ماير رحلتها العملية في جوجل في عام 1999 عندما كانت أول مهندسة في الشركة وموظفة رقم 20 عندما قدم مؤسسا جوجل لاري بيج وسيرجي برين العرض المقدم إليها من خلال فرصة العمل رقم 14. الشركة صغيرة ويعمل بها 19 موظفا فقط وتشمل مقترحاتها فرقا رائدة لواجهة مستخدمي جوجل وخوادم الويب. عملت في جوجل لمدة 13 عاما. عملت كمهندسة ومصممة ومديرة إنتاج ثم مديرة تنفيذية لتمكين التحولات النموذجية والابتكارات. خلال فترة عملها في الشركة كانت ملتزمة بتطوير أكثر المنتجات نجاحا وتميزا، وقد شغلت العديد من المناصب الرئيسية فيها بما في ذلك خرائط جوجل وبحث جوجل وأخبار جوجل وصور جوجل وكتب جوجل وجوجل برودكت سيرش وأي جوجل وشريط أدوات جوجل كما وجهت تصميم جوجل وهو محرك بحث بسيط لما يتمتع به من طابع فني مميز وفريد. إنها مسؤولة عن الموافقة على كل رسم شعار مبتكر من جوجل يظهر على شاشة جوجل الرئيسية، وهو رسم خاص يحتفل بالعطلات والمناسبات الخاصة. في سنواتها الأخيرة في جوجل، شغلت أيضاً منصب نائب الرئيس لأبحاث المنتجات وتجربة المستخدم، ثم شغلت منصب نائب رئيس جي بي اس والخدمات المحلية والخرائط.
عملت ماريسا ماير 100 ساعة في الأسبوع خلال أول عامين لها في جوجل. خلال فترة عملها في جوجل، حصلت على العديد من الأوسمة والجوائز والأوسمة، لكنها حريصة على التميز في مكان آخر، كما قالت في مقابلة تلفزيونية: لقد ساعدت في بناء جوجل، لكني لا أحب الجلوس على المجد، وأعتقد أن الشيء الأكثر خصوصية هو ما سيحدث بعد ذلك. تم انتخاب ماريسا ماير رئيساً ومديراً تنفيذياً لشركة ياهو في عام 2012، وهي عضو أيضاً في مجلس إدارة الشركة. على هذا النحو، ستكون الرئيس الخامس لشركة ياهو في غضون 5 سنوات، وهي المرأة الوحيدة التي تشغل منصب الرئيس والمدير التنفيذي لشركة فورتشن 500. أطلق ماير مشروعاً جديداً عبر الإنترنت يسمى إيربياند جي، يهدف إلى جمع شكاوى الموظفين والتصويت على جميع القضايا التي لديهم في العمل، من أجل جعل الثقافة ذات قيمة ذاتية. في فبراير 2013، تبنت أيضاً سياسة معقولة لموظفي ياهو للعمل عن بعد، مطالبتهم بالحضور إلى المكتب للعمل. في أبريل 2013، قامت ياهو بتغيير سياستها الخاصة بإجازة الأمومة، حيث زادت مدة إجازة الأمومة وزيادة الدعم المالي للآباء، كما صنفت الموظفين في نوفمبر 2013 من خلال إنشاء نظام لتقييم الأداء يعتمد على منح الجرس، مع تعليق الموظفين الموجودين في نهاية المنحنى بشكل دائم عن العمل. منذ أن أصبحت الرئيسة التنفيذية لشركة ياهو، قادت أيضاً سلسلة من عمليات الاستحواذ الكبرى، بما في ذلك الاستحواذ على تمبلر بقيمة 1.1 مليار دولار. كما أظهر التقرير أن سعر سهم ياهو قد تضاعف منذ أن تولت ماريسا منصب الرئيس التنفيذي. إنجازات ماريسا ماير ومواقفها: في عام 2008، احتلت المرتبة رقم 50 في قائمة فورتشن السنوية لأقوى النساء في مجال الأعمال التجارية، لأن ماير كانت أصغر امرأة في القائمة عندما كانت في 33 من عام. في عام 2009، احتلت المرتبة 44 في قائمة فورتشن السنوية لأقوى النساء في مجال الأعمال التجارية، وفي هذا العام احتلت أيضاً المرتبة الأولى في قائمة مجلة جلامر النسائية. في عام 2010، احتلت المرتبة 42 في قائمة فورتشن السنوية لأقوى النساء في مجال الأعمال. في عام 2011، احتلت المرتبة 38 في قائمة فورتشن السنوية لأقوى النساء في مجال الأعمال. احتلت في عام 2012 المرتبة 14 في إطار التصنيف السنوي لمجلة فورتشن لأقوى سيدات الأعمال، واحتلت في العام ذاته المرتبة 20 ضمن لائحة أمت 100 امرأة مؤثرة في العالم استناداً لمجلة فوربس. تمكنت في عام 2013 أن تكون العلامة التاريخية في عمر مجلة فورتشن، حيث إنها المرأة الوحيدة في إطار 3 تصنيفات سنوية هي سيدة أعمال السنة الرتبة 10، أكثر 40 سيدة أعمال شهرة المركز الأول، المرأة الأكثر تأثيراً المرتبة 8، وأتى اسمها في العام نفسه ضمن 100 مجلة التايم، كما أنها تمكنت في العام ذاته احتلال مركز الرئيسة التنفيذية الأولى، ولذا استناداً لتصنيف مجلة فورتشن بخصوص 500 مؤسسة حسب الإيرادات، كما احتلت المركز 32 في إطار قائمة أمت 100 امرأة مؤثرة في العالم وفقاً لمجلة فوربس. صنفتها مجلة ريتش توبيا البريطانية في المرتبة 14 بين أكثر من 500 مدير تنفيذي صاحب نفوذ على نطاق العالم. تحمل عدداً من براءات الاختراع في مجال الذكاء الاصطناعي. العضويات التي حصلت عليها ماريسا ماير: كانت عضو مجلس إدارة شركة ياهو، عضو مجلس إدارة وولمارت، وهي شركة أمريكية للبيع بالتجزئة.
عضو مجلس إدارة شركة جاوبون، وهي شركة أمريكية خاصة بتكنولوجيا المستخدم والسلع القابلة للارتداء، ومقرها سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. شغلت مركز عضوية الكثير من المجالس غير الربحية، نذكر منها المتحف الوطني للتصميم وكوبر هويت ومتحف سان فرانسيسكو للفن الحديث. حياة ماريسا ماير الشخصية: تزوجت ماريسا من المحامي البارز ورائد الأعمال زكاري بوغ في 12 من ديسمبر 2009، وأنجبت ابنهما الأول في 30 من سبتمبر 2012، وطلبت من وسائل التواصل الاجتماعي المساعدة في تسمية طفلها، واختارت ماكاليستر هذا الاسم. موجود بالفعل في القائمة. في أغسطس 2013، ذكرت بيزنس إنسايدر أن ماريسا ماير عاشت مع زوجها وابنها في جناح بنت هاوس في فندق فور سيزونز في سان فرانسيسكو. كما ذكرت في مدونتها تومبلر في سبتمبر 2015 أنها حامل بتوأم حقيقي وستلد في ديسمبر. تجاوز صافين ثروة ماريسا ماير 620 مليون دولار في عام 2019. أشهر أقوال ماريسا ماير: حين تريد الابتكار فأنت بحاجة إلى التعاون. الطلاب الجيدون ماهرون في كل شيء. أؤمن حقا أن العالم الافتراضي يعكس العالم الملموس. لا يمكنك الحصول على كل ما تريد، لكن بإمكانك التفكير بما أنت بحاجة إليه.